الله يسامحك يا شيخ أبو إسحاق، سامحك الله أو لا سامحك الله، أنا بشكل واضح بقول إنه وإهانة المرأة ليس من الإسلام في شيء، الحط من شأن المرأة ليس من الإسلام في شيء، محاولة جعل المرأة كائن أو إنسان درجة تانية دي إهانة للمرأة وإهانة للإسلام. هؤلاء أهانوا الإسلام قبل أن يهينوا المرأة. وأنا بسأل يعني هو الشيخ أبو إسحاق الرجل يعني علامة والرجل العلم والرجل القوة والرجل الولاية والرجل هو وهو والمرأة زبالة من وجهة نظر السلفيين. يا أخي يا أخي اختشوا يا أخي عيب يا أخي. أنا بسأل سؤال، يعني أنت عايز تجيب لي واحد تافه واحد رجل، ما هو رجل في الآخر ذكر، يعني هو مشكلته في الحياة أنه ذكر، هو القصة كلها أنه أحسن عشان ذكر وهي أقل عشان مرأة. يا أخي طيب يعني أنت عايز تفهمني أن مليار من الرعاع ولا مليون من الرعاع واحد من التافهين ولا مدمنين أفضل من إنجيلا ميركل اللي بتقود ألمانيا، ولا أفضل من مارجريت تاتشر، ولا أفضل من بلقيس التي كانت تتحدث؟ القرآن ذكر قصة بلقيس مع سيدنا سليمان، اقروها، ما تروح تقراها يا شيخ، اقرا في القرآن قصة بلقيس في اليمن وسبأ ملكة سبأ وسيدنا سليمان وشوف الكلام. امرأة بتقود وامرأة بتنتصر، ده في القرآن اللي قالها، أنا ما ألفتش. يعني المرأة بتحكم، المرأة بتصير ملكة، وتعالوا شوفوا كليوباترا وحتشبسوت. هو أنت عايز تقول لي إن يجيب واحد تافه بس عشان ذكر تقول لي أفضل من واحدة أستاذة مثلا ولا واحدة عالمة؟ ما عندنا عالمات في الذرة وعندنا عالمات في الطب وعندنا عالمات في كذا وفي كذا وفي كذا. هل أنت عايز تقول لي إنه الوزيرة اللي احنا اخترناها ست وزيرات مع كامل احترامي لأي حد، الراجل اللي بيمسح عربيات عشان ذكر أحسن منها؟ مع كامل احترامي طبعا اللي بيمسح عربيات، يعني أنا مش قادر أفهم يعني أي خلل هذا العقل، يعني أي خلل وكيف يفكر هؤلاء؟ إحنا طول ما إحنا شغالين بهذه العنصرية الضيقة والعقول السطحية السذاجة إحنا مش هنوصل لحاجة. تاني بقول أهو، لو السيدات يقبلن هذا أعتقد إن تبقى فيه كارثة. طبعا في ناس مش عاجبها كلامي، طبعا دلوقتي أنا بتكلم في ناس تقول لك ده صبأ وكفر وخرج عن الملة لأنه بيهاجم الشيخ، الشيخ أبو إسحاق. هو مش اسمه أبو إسحاق على فكرة، هو ليه اسم تاني عايز الشباب يجيبه لي. أنا مش فارق معايا ماذا قال، أنا فارق معايا كيف يفكرون. هو الله يشفيه، وأنا مفيش حاجة بينه وبينه على الإطلاق، بل كنت في وقت ما كنت أظن به خيرا، لكن أنا بقول تاني إنه كيف يفكر هؤلاء؟ كيف يفكر هؤلاء؟ هو اسمه الشيخ محمد حجازي محمد يوسف، حجازي محمد يوسف اللي هو أبو إسحاق الحويني، وعندي طبعا أكيد نفس الآراء للشيخ محمد حسان، أكيد نفس الآراء للشيخ أبو إسحاق الحويني ومحمد حسين يعقوب ومشايخ السلفية. أنا بقول تاني، طب ما نسأل الأزهر، ما نسأل الأزهر، خلي الأزهر يقول احترام المرأة من الإسلام، مش من الإسلام، ده هو الإسلام، عدم التفرقة بين الناس بين الإنسان. يا سلام على أم المخ، إن هو عشان هو ذكر، هو فقط لأنه ذكر عنده أعضاء ذكرية يعني مع كامل احترامي أفضل من المرأة لأنها امرأة، بيحط من الشأن، أي إسلام هذا؟